السلام عليكم حبوباتي، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي احسن الظروف يا ربي. ورجعت لكم مره ثانيه حبيباتي فيديو جديد ووصفه جديده سهله ماهله كالعاده. الوصفه كالتالي: غراتان غنديروه بالصلصه البيضاء او صوص بلانش. غراتان فيه الكفته قريعه خضراء والصلصه البيضاء بالفطر بطبيعه الحال. اول حاجه غنديروا مقيله، نديروا فيها بصله تشحر كما كتشوفوا معايا، غنزيدوا عليها واحد جوج ريوصه ديال الثوم، وما تنساوش تشحروهم في زبيده او تخلطوا الزبده والزيت باش يعطيكم ديك النكهه الزوينه، لان كما كتعرفوا الزبده كتعطي نسمه زوينه في الطياب ماشي بحال الزيت. صافي حبيباتي، كنحركوهم بهي الطريقه حتى كتدبلنا البصله او كتطلق شويه ديك الحلاوه ديالها. عاد من بعد غادي نزيدوا عليها القرعه محكوكه، القرعه خضراء. هالطريقه باش كندخلوا للدراري شويه ديال الخضره، واخا ما كيبغوش هما ياكلوا الخضره كندخلوها لهم حنا بلا ما يعرفوا بان هذاك الطبق راه فيه الخضره. نتوما تقدوا تزيدوا اي خضار بغيتوها محكوكه، حكوا اي حاجه. انا لان كتعجبني القريعه خضراء زدت غير القريعه الخضراء. نتوما تقدروا تزيدوا اكثر من نوع، يعني اي خضره بغيتوها تزيدوا، الدنجال محكوك، تزيدوا الجزر محكوك، اي خضره، غير تحركوها هكا في ديك الزبيده والبصله والثوم حتى كتدبل، ومن بعد كتزيدوا عليها الكفته ديالكم. انا هنا لي بات ديالي سلقتهم بشويه ديال الماء والملح، وغنزيد عليهم طريف ديال الزبده باش ينسم لي هذوك لي بات، ونحركهم بطبيعه الحال باش ما يلصقوا على بعضياتهم. هي كتنسم وفي نفس الوقت كتخلي لنا لي بات ما يتلاصقوش مع بعضياتهم. وناخذ الكفته ديالي غادي ندير لها العطريه العاديه، يعني انا هنا كندير غير الملحه والبزار وشويه ديال الربيع. صافي كنحرك الكفته مع ديك العطريه مزيان باش تدخل فيها، ونكون بها كويرات، ونرجع لكم باش نكملوا الوصفه ان شاء الله. حبيباتي بعد ما طابتنا الكفيته ديالنا مع الخضيره بطبيعه الحال، غادي نطفو عليها العافيه ونحطوها على جنب، وناخذ مقيله ثانيه نديروا فيها طريف ديال الزبده، نحركوها حتى تذوب بطبيعه الحال، وغادي نزيدوا عليها بصيله، ونحركوا البصيله ديالنا حتى تذبل حتى تنزل شويه. عاد كنزيدوا الثوم، من الاحسن ما تزيدوا الثوم من الاول لانه كيتحرق دغيا، يعني كيتحرق بسرعه. صافي كندو البصيله ديالنا مع داك الثوم باش ينسم لنا صوص بلونش حتى كذبل لنا البصله مزيان. عاد كنزيدو عليها الفطر ديالنا. الفطر انا هنا ما كانش عندي طري، كان عندي غير في المجمد، كنشري هذا من مرجان. صراحه كيجي زوين وكينفعني بحال هكا في وقت الحزه، الوقت اللي كنكون انا باغيه لو شامبينيون ما عنديش، او الفطر كينفعني. صافي كنبقاو نحركوه بهي الطريقه حتى كيطلق داك الماء ديالو، ونخلوه حتى ينشف. عاد كنزيدو عليه الصلصه ديالنا. بالنسبه لكم نتوما الا كان عندكم الفطر يعني طري يكون من الاحسن، ولكن انا هنا ما كانش عندي طري. هنا بعد ما طاب لنا الفطر ودبل ونزل ونشف من الماء ديالو، غنزيد الصوص بلانش ديالي او كريمه الطبخ. انا كنستخدم هاد النوعيه، كنستخدم بريزيدون، كتجي زوينه وفي نفس الوقت ما غاليهش، دايره تقريبا شي 12 درهم او 13 درهم العلبه، يعني ثمنها مناسب.
راه اختلاف في الماركات. شوف الاثمنه هما اللي يعني ماشي نفس الثمن. صافي كنحركوا المكونات كامله مع بعضياتها حتى تغلى شويه هذيك الكريمه وكتخثر. عاد كنزيدوا عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود او البزار. هنا انا كانت عندي غير علبه واحده من النوع الاول اللي وريتكم، بانت لي بانها قليله. من بعد زدت شويه من هذا النوع الثاني اللي هو ديال القرعه. هما راه بحال بحال يعني ما كاينش الفرق، كلهم ديال الطياب. هنا بالنسبه للصوص الصوجا او الصويا كيبقى اختياري، انا كنزيدو غير على حسب اللون باش يعطيني داك اللون شويه غامق. صافي كتزيدو كتعطي صراحه حتى الطعيمه كتبنن شويه. المهم كتحركوها بهاي الطريقه مزيان حتى كتحسوا بان الكريمه ديالكم ثقالت. ومن بعد كنخلطوا المكونات كامله مع بعضياتها، لي بات مع الكفته مع الخضيره. عرفتوا راه كتجي هاد الكفته رائعه جدا، المذاق كيجي يا سلام، لان كما كتعرفوا القرعه الخضراء كتواتى مع صوص بلونش، كتجي المذاق ديالها زوين. جربوها واكيد اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله. صافي كما شفتوا معايا كنخلطوا المكونات كامله مع بعضياتها وكنحطوهم في المول ديالنا. وما نساوش بطبيعه الحال رشيشه ديال الفخوماج هذا الموتزاريلا والفرماج الاحمر من الفوق. الا ما كانش متوفر عندكم الفرماج الاحمر او الموتزاريلا تقدروا تكتفيوا بدوك الفرماج ديال الساندويتش، هذوك المربعات انا غادي نوريه لكم بعد. صافي كما كتشوفوا معايا هون انا خلطت معاها شويه ديال الفرماج مع المكونات كاملين باش تجيني معلكه من الداخل. وبطبيعة الحال غندير طبقة ثانية من الفوق. حبيباتي بعد ما حطيت المكونات في المول ديالي زدت عليهم صوص بلونش، درت عليهم رشيشه ديال الموتزاريلا ورشيشه ديال الفرماج احمر باش يعطيني ديك الطبقه الذهبيه اللي فاش تدخل الفران يعطيني داك اللون الذهبي ويجي مقرمش شي شويه، كيجي شكله زوين من الفوق محمر. الا ما كانش متوفر عندكم الفرماج احمر تقدو تكتفيو بهاد المربعات ديال الساندويتش، هادو ديال لي ساندويتش ولا ديال البرجر، حتى هما راه كيعطوا نفس النتيجه. صافي انا هنا غادي ندخل المول ديالي الفران مده 10 دقائق غير يتحمر لي من الفوق، تحمر الطبقه الفوقانيه، وغادي نخرجوا لانه هو اصلا طايب من قبل، يعني كل شيء فيه طايب، خاصني غير ديك الطبقه ديال الفرماج تذوب وتحمر ونخرجوه. وكان هذا هو الطبق ديال اليوم، نتمنى يعجبكم حبيباتي ونتمنى تجربوه وتردوا عليا وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وني بكم مشكورات حتى على تعليقاتكم الزوينه، مشكورات على تشجيعكم ليا، الله لا يحرمني منكم ان شاء الله. وما تنساوني حبيباتي بلايك الى عجبتكم الوصفه او عجبكم الفيديو، وتشاركوه مع صحابكم وحبابكم باش
تزيد قناتنا تكبر ان شاء الله، ونكبروا العائله علاش لا. وني بكم حبيباتي، والى فيديو قادم ان شاء الله، وخليتكم على خير.